لا أعرف ماذا تنتظر. كل شيء مجاني بدون أي رأس المال، مجانا، فقط عليك أن تطبق. نعم، ألا تعرف أنه يمكنك أن تقوم بعمل فقط هكذا وتقوم بسحب المال مباشرة إلى الوالد الخاص بك؟ لاحظ معي جيدا، ها هي صرفة 19 دولارات، ها هي ذهبت إلى المحفظة الخاصة مباشرة، ها هي صرفة 23 ذهبت إلى الفوق، ها هي صرفة 47 ها هي ذهبت مباشرة إلى الفوق. نعم، ألا تعرف هذه الطريقة؟ وفقط تقوم بسحبها مباشرة إلى المحفظة الخاصة بك، ومبروك عليك أنت كاسب المال. لكن لا أعرف ماذا تذهبون إلى أشياء تافهة لا تعطيك ولا دولارات وتقوم بدعمها. شاهد حلقة تنفعك لا محال. ودائما مع جو المسابقات نقوم بالتعرف من الفائز في آخر حلقة لكي يربح رصيد باير. ما عليك إلا أن تقوم بعمل لايك للفيديو وتعليق محفز أسفله، وتقوم بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لكي تكون متوفر فيك هذه الشروط لكي تربح رصيد باير. على كل فيديو تجد هناك مسابقة يا أخي الكريم أختي الكريمة. هذا هو التعليقات، نقوم بالتعرف من الفائز في آخر حلقة، ها هو. ولنكمل الحلقة الخاصة بنا حول كيف يمكنك أن تكسب مبالغ كبيرة 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 جدا بدون أي رأس مال بدون أي خبرة. لا أعرف أحبتي الكرام ماذا تنتظر أخي الكريم من بوت لا يعطيك الدولارات، وبوت يعطيك الدولارات مثل هذا الكوين إيدي أحبتي الكرام. نعم، أجد الكثير من الإخوان يضيع وقته في الهامستر كومبات. الهامستر كومبات صافي شارك فيه، خليه يجمع لك، وحاول أن تركز على شيء يعطيك الدولارات. هذا البوت يعطيك الدولارات يا أخي الكريم، أنا أنصح به، نعم أنصح به لأنه يعطيك الدولارات، والحمد لله شكرا سوف تجني منه الكثير والكثير، وبإثبات سحوباتي كلها سأريكم إثبات سحوباتي وكيف يمكنك. لاحظ معي جدا، وكل كل كل دقيقة أو ثانية يعطيك الدولارات. أنت لاحظ هاي أو البحث هنا. نعم، وهنا سأريك الاستراتيجية، نعم الاستراتيجية لكي تقوم بربح أكثر. لاحظ هاي تزداد، هاي تزداد هنا الفوق هنا 2.36 هاي لاحظ كم ازدادت، هاي نقوم بالدخول نحن إلى هنا، هاي لاحظ هنا الفوق، هاي هذه البيوض هذه وهذه هاي تزداد هنا الفوق الحمد لله. وكل أنت كل 37 ثانية هاي كل 37 ثانية هاي كل 37 ثانية يعطيك هنا الربح، هنا 30 ثانية هاي لاحظ هاي 24 سكوند يا أحبتي الكرام، وكله أرباح هادشي. ولا أعلم يا أحبتي الكرام، نحن العرب عز من أن يكذب علينا. أنا أشارك معك شيء يعود عليك بالمنفعة، نعم هذه الأشياء تعود عليك بالمنفعة، لك أن تذهب وتبحث عن طرق لربح سنتات هذا أقسم بالله تتحقق منه حتى الألف دولار. هذا لو تعرف كيف يمكنك أن تقوم بالشغل عليه تربح منه حتى الآلاف الدولارات، الحمد لله والشكر لله. سأريك الاستراتيجية، هذه البيوت كلها قم بتفقيصها، هذه البيوت كلها قم بتفقيصها. أول شيء سوف يتسأل الكثير من الإخوان عن طريقة سحب المال، هاي نعم سأريكم جميع سحوباتي، نقوم بالدخول على الوترا وهكذا، بعدها نقوم بانتقال نحن إلى هنا إلى هذا، هذا نقوم بانتقال إليها هكذا. سأريكم إثبات سحوباتي نعم حول هذا الكوين إيك، نعم لاحظ ما جيدا، نقوم بالدخول نحن إلى هنا، نعم لاحظ هاي أنا في رصيد الآن 5.14 دولارات، نعم عندما سأصل كذلك إلى 10 دولارات سأقوم بطلب سحبها مباشرة، نعم لاحظ ما جيدا هاي. هي إثبات سحوباتي كلها، هذه الديبوزيت هذه الوترا هي هاي لقد قمت بسحبها الحمد لله والشكر للمحفظة الخاصة بي هنا 15.10 الحمد لله والشكر. عالم نقوم بالرجوع نحن إلى هنا، هنا طريقة السحب يعني بالدايموند، سأريك طريقة كيف يمكن أن تقوم بجلب الدايموند، نعم هنا، وإذا أردت أن تقوم بسحب كذلك هذه، نعم هذه يمكنك أن تقوم ببيعها، هذه البيوض تبيعها أنت هنا، هاي البيوض هاي نعم بأي سعر أردتها، ونعم تختار أنت هنا السعر وتقوم ببيعها هذه جد، وإذا أردت أن تقوم بشراء البيوض تقوم بشراء بباي. نقوم بالرجوع نحن إلى هنا، هذه عليك أن تقوم بتفقيس هذه البيوض وتقوم بجمع أكبر كمية، يعني إذا قمت بفتح كذلك هذه الخانة، نعم فتح هذه الخانة سوف يكون ربحها لكل ثواني من 0.09 إلى 0.80. نعم مرة تقريبا 1 دولار ستأتيك على كل تفقيس البيضة. الهدف من كله هو أنك تجمع أكبر كمية من هذه تقريبا 11 مليون، هذه هي التكلفة الخاصة بيمكنك أن تقوم على أنلوك من هنا. أنا سأقوم بجمع تفقيس هذه البيوض، تفقيس هذه البيوض هنا تجمع لك هنا لاحظ هنا، بعد أن تصل إليك المنطق قم بفتح كذلك هذه، كلما أنت تفتح ورصيدك يزداد هنا، رصيدك يزداد يا أخي الكريم، أقسم بالله حتى يمكنك أن تقوم بتحقيق حتى 1000 دولار من هذا البوت.
وبإثبات سحوباتي. الحمد لله والشكر لله كما أريتكم إياها. هنا تقوم بتفقيصة بهذه الطريقة هكذا. لاحظ ما يجي كم يعطيك هذا 3000، لاحظ 5000، لاحظ لا يتزداد. هنا أنا تقوم بتفقيصة هذه كلها، وأنا قد قمت بتفقيصة يا أحبتي الكرام كل هذه البيوض، وأنا أجمع أنا هنا. هنا الهدف الخاص بالاستراتيجية أنني تقوم بالجمع أنا من هنا، نعم حوالي 120 لكي أقوم بفتح أنا هذه، نعم بفتح هذه، فبيكون الربح هو ما بين هذا وهذا، ما بين هذا وهذا. الحمد لله شكر لله في كل دقيقة. لاحظ ها هو يعطيني، لاحظ ما يجدنا هو الإنتاجية، كل دقيقة تعطيك الإنتاجية هنا، بعد تقوم أنت بالنقر هنا. لا أعلم أحبتي الكرام، نحن العرب نقوم بالذهاب إلى أشياء لا تعطيك المال وهذا يعطيك المال. وصراحة نحن لا ندعم أحبتي الكرام لمن يشارك معنا الأفضل الأشياء، نعم صراحة أجد بعض تفاعل قليل لأحبتي الكرام. أنا أشارك معك تجرباتي، نعم وأعطيك كل شيء، لكن لو كانت شي أشياء تافهة أو شي مشاهدات غير أخلاقية شنو هذا، لذهبت إذاك مباشرة إلى اللايك والتفاعل والبارتاج، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شكرا إلا من رحم الله. وتحياتي لإخواني دائما يقوم بدعمنا، ويعرف هدفنا هو الوصول إلى أهدافنا كلها، وإن شاء الله من القليل يمكنك أن تحقق الكثير الكثير إن شاء الله. المهم هنا سأريكم طريقة السحب، تنتقل بك إلى هنا، نعم الى الوتر. هنا سوف يقول لك الكثير كان كيف يمكنني ان اقوم بانا بجلب هذه الدايموند. هذه الدايموند صاحبه الكرام يمكنك ان تقوم بعمل انت هنا، نعم هنا تقوم بالانتقال انت هنا لانفيت، هاي انفيتيشن بهذه الطريقه كذا، وتقوم انت بمشاركه هذا الرابط الخاص بك. يعني كل صديق سوف يقوم بتسجيل، سوف بحصول انت هنا على 2 دايموند احبتي الكرام، نعم لكل انفيت يقول لك. ويمكنك ان تقوم بسحب الماكسيموم في اليوم هو 20 دايموند سحب الكرام. هذه هي مصداقيه هذا البوت، وهو يعطيك ارباح والحمد لله والشكر لله. عندما تقوم بالانتقال انت الى هنا، عندما يقوم احد الاخوه بالتسجيل تقوم انت بالنقر انت هنا على هذه، نعم هذه الاثنان تقوم بالنقر عليها هكذا لكي تحتسب معك هنا الفوق، نعم هذه الاشياء كلها واضحه ووضوح الشمس. لاحظ معي جيدا هكذا، لاحظ نقوم بالجمع نحن بهذه الطريقه هكذا وبدون توقف. هل سمعت بدون توقف؟ وهذه الاشياء بدون توقف، والحمد لله وشكر لله هدفي هو ان اقوم بفتح انا كذلك هذه، نعم ستعطيك هذه الارباح. طريقه السحب هي الويدرو من هنا، ثم تقوم بالسحب هنا اما 10 دولارات ب 300، اما 5 دولارات، اما بهذه، نعم هذه كذلك هنا تسحب معك 3 دايموند يا احبتي الكرام. هنا نقوم بالنقر نحن هنا على هذه، نعم لكن انا اريد ان اقوم بسحب انا هنا على 5 دولارات لكي اقوم بسحبها مباشره الى المحفظه الخاصه بي، اقوم بالانتقال انا الى هنا، بعدها هنا الروفكس بهذه الطريقه هكذا. لاحظ معي جدا ساريكم من الطريقه، تقوم بالانتقال انت الى هنا الى هذه، بعدها سوف تجد انت هنا اليو اس دي تي الخاص بك، بعدها تقوم بالنقر انت هنا على السحب هكذا بسحب اليو اس دي تي الخاص بك على هذه هكذا. تختار انت هنا الترون، شبكه الترون، الحد الادنى للسحب احبتي الكرام وهو هنا، تقوم بوضع هنا الادريس الخاص بك هنا في الفوق، هنا الادريس الخاص بك، بعدها هنا تقوم بوضع هنا الطائرة الصفاء، بعدها يقول لك هنا الحد الادنى للسحب هو 10 دولارات، اقول لك من هذا المنبر، الحد الادنى للسحب هو 10 دولارات، وهذه طرق الربح يا احبتي الكرام، واريتكم كذلك انا هنا جميع سحوباتي من هذا البوت الرائع.